اختي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم مونطو طويل بالصدايف بتقطيعه ديكوب. عندي هنايا التوب فيها 2.5 متر، هنا طويته في الطول، هذه هي الحاشيه ديالو، راه عندي مطوي مطوي على جوج، ها هو هذه هي الحاشيه. هاد الجهه راه مسدود، غندير الفصاله هنايا الداخل في الخارج. غادي نبدا الفصاله من هنا من النص ديال الثوب، هاد الجهه هادي اللي غتبقى لي هنايا، هنا غادي نخرج الكمام، وهنايا غادي يكون عندي الظهر. غادي نبدا هنا الاماميين، غنبداهم من هنايا من هاد الجهه هادي. غادي نعبر الطول ديالي دابا، غادي نشد الطول ديالي من هنايا من التحت، عندي انا في الطول 139، ها هي فين عندي 139، وغادي نزيد 5 سنتيم ديال لوغلي من التحت. ها هي فين جاتني، هذا التوب ديال البرد، دابا راه بدا يبرد الحال، غنبداو نوصلو التوابات ديال البرد. هنا غادي ندير خط مستقيم المثلث، وغادي نبدا نحط العبارات ديالي. عندي في الكتاف 21، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه هي 22. بعدا ما هضرت لكمش على 8 سنتيم، راني حيدت 8 سنتيم هنايا ديال الصدايف، حيت قلت لكم غادي يهبط بالصدايف، حيدت 8 باش غادي من دوزو الخياطه هنا غتبقى لنا 4 عليهم غنحطو الصدايف. ها هي حيدتها، كنعبرت 8 ديال السنتيم من هاد الحاشيه هادي، وكندير نقط هكا، وكندير خط مستقيم حتى لتحت حتى فين عندي الطول، ونشد العبار ديال الكتاف والعبارات ديالي كنشدهم من هاد 8 هادي، ما كنحسبش هاد 8 كاع، ما كنحسبها بحال اللي ما كايناش، وكنشد العبارات من هاد الخط هذا. هنا الكتاف كما قلت لكم عندي 21، هي عندي المجموع ديالها 42 ديال الكتاف، قسمتهم على جوج 21، وزيد سنتيم ديال الخياطة هي 22، نهبط هنايا 3 ديال السنتيم ديال الكتاف، ونهبط 22 هنا في التركيز. هذه هاد القاعدة قلت لكم أنا كنديرها قاعدة، داكشي اللي عندي في الكتاف كنهبط به هنا، وكنخرج داك الساعة عندي الصدر ديالي باش كيجيني التركيز هو هذاك. كندير هنا قبالت هاد البلاصة هادي، قبالت هاد النقطة هادي، كندير 22، وغادي ندير خط، غادي نربط هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي، وندير الخط ديال الصدر ديالي. هنا كيجي بحال هاد المربع هنا اللي عندي هنايا، عندي هنا، عندي هنا، عليه كناخذ التركيز ديالي. هنا كما قلت لكم عندي التقطيعه تكون عندي ديكوب هنايا، من هاد البلاصه غادي تشد لي. عندي في الصدر انا 26، ونزيد عليها 3 سنتيم، ماشي غنزيد غير سنتيم ديال الخياطه، غنزيد 3، جوج سنتيم ديال ديكوب، حيت هنايا غناكل جوج سنتيم ديال الخياطه، وسنتيم واحد ديال الجناب هنايا اللي كناخذو هنايا بالخياطه، هي غندير 29، ها هي نهبط هنايا 14 من الدوره ديال التركيز للبطن 14، ومن البطن للحوض 14. هادي كما قلت لكم هادي قاعده طايه السوندار، ملي كتكون طايه السوندار كنهبطو من هنايا 14، ومن هنا لهنا 14، ملي كتكون طايه طويله عندنا كبيره راه نقدروا نهبطو من هنا 15 ولا 16، ومن البطن للحوض عاود نقبطو نهبطو 16 على حسب الطايات اللي عندنا. غنجي لهنا للدوره ديال العنق، وغندير 7 سنتيم، ما غنديرش 8 على حساب الكول، غيكون عندي كول اوفيسي
ما غاديش دير له القب باش ما يجينيش الكول كبير، ونهبط هنايا 2 سنتيم وندور هكا، نجي لهاد النقطة هادي نربطها مع 3 سنتيم اللي عندي هنايا، داكشي اللي عندي هنايا في الصدر غادي ندخل هنايا 2 سنتيم في البطن، البطن كندخلو لها 2 سنتيم على الصدر الا ما بغيناش نشدو العبار ديالها. هنا الحوض عندي 29، عندي 29 وغادي نزيد 3 سنتيم اللي قلت لكم هي 32، غادي نجيب بيستولي غادي نحطها هنايا باش ندير الدورة ديال التركيز، هاد النقطة هادي نصلها مع هاد النقطة هادي، كما شفتو معايا هاهي هاد النقطة هادي غنصيلها لهنا، غادي نقلب البيستولي هذا هو العبار ديالي، وهاد النقطة هادي غادي نهبطوها حتى لتحت شحال عندي في شحال بغيت ندير في الإيفازي أنا، هاد 8 سنتيم مغاديش نحسبها حتى هنايا غنحيدها وعاد نحط الإيفازي ديالي. شحال قلنا عندنا في الحوض؟ عندنا 32، هاهي 32 ونزيد الإيفازي شحال ما بغيتي تزيدي هنا، تزيدي 10 يا 8، تزيدي يمكن لك أكثر 15 14، أنا هنا غنزيد لها 9، ونربط هذا الخط ديال الحوض مع هذا النقطه اللي درت هنايا، انا صلت هذا الخط هذا هكا مستقيم غادي نقطعو، الاحسن هنا ما تدخليش في الثوب على حسب مازال عندك هنا غادي ديري الظهر، دابا غادي نقلب هاد الجهه هادي غنقلبها عندي لهنايا ونقاد هذا عليه من الفوق باش غنفصل الظهر، هنا راه قديت الظهر على هاد الامام على هذا ديال الظهر ها هو الطرف اللي شاط ليا هنايا، قديت عليه هاد الدوفات ديال الامام قديتهم مزيان، وهاد 8 ديال السنتيم انا طويتها هنايا شديتها بالبانكات نيشان شديت داك 8 سنتيم باش ما يجينيش الظهر كبير ولا شي حاجه، شديت داك 8 سنتيم وهبطت هاد الدوفات ها انت قديتهم هنايا، والكمام بقاو لي في هاد البليصه هادي في هاد الطرف هنا ما بقاوليش لتحت لان كيبقاو الكمام لتحت، هاد الموديل هذا ديال ديكوب راه خصو 3 متر، انا هنا عندي 2.5 وغادي نحاول نخرج لها هاد الموديل، هنا راه قديت الدوفات وهنا دائما تعبروا ما يتزاد لكمش العبار، هنا ملي كتحطوا الدوفات ديال الامام على الظهر راه كيتزاد، خصك تحطي هاد الدوفات وتعبري تكون عندي 22 هنا نيشان، راه مازال زايده واحد شويه ها هي صافي، دابا غادي نقطع نجيب المثلث ونقاد هاد الثوب عندي من التحت هنايا شتي راه الثوب ما كانش مقادد، غادي نقاد الدوفات بربعه
وندير خط هنا نيشا مستقيم ونطلع هنا واحد 3 سنتيم في الجنب. ها هي 3 ديال السنتيم، ونجيبها لهنا المنتصف هاد البلاصه هادي. هنا غادي نجي نصاوب التقطيع ديال ديكوب، غنهبط من هنا 14، غنجي لهنايا ديال الخط ديال الصدر، وغادي نقسمو على جوج. غادي ندير نقطة هنايا على جوج، هنا ديال البطن غادي نجي غادي نقسمو على جوج، ومن الأحسن ديرو خطوط هنا البطن والحوض باش يبان لكم في الأول من تكونوا كتحطوا العبارات، ديرو خطوط وهنا على جوج. هذا هو الخط، غندير الخطوط باش تعرفوا معايا في شنو كندير. هذا الخط ديال الصدر، وهذا ديال البطن، وهذا ديال الحوض. غادي نجي لهنايا ديال البطن باش ندير داك البانسات باش يجي المونطو داخل من الوسط، يجي من هنايا داخل ويجي هابط ايفازي. غندخل من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم، ما غندخلهاش بزاف باش ما يجياش مسروف لحقاش مولاتو ما بغياش يجي ضيق. وغادي نطلع هذا لهنايا لهاد الخط ديال الصدر، ولهنا، وغادي نهبط هنا هاكا. من هنايا من الأحسن تطلعو 12 ديال السنتيم، ما تطلعوش حتى الخط هنا الفوق، طلعو حد هنايا، حط 12 هنا نقصو صافي. وغادي نجيب البيستولي، غادي نحطها هنايا في هذه النقطه هذه، ونصلها مع هذا الخط هذا ها هي، وندور هنايا بخط كما شفتوا معايا صافي. وغادي نهبط هذا الخط هذا الوسطاني، غنهبطو حتى لتحت، نجي لهاد المسافه اللي عندي هنايا، ونشوف شحال عندي هنا 16، وغادي نهبط ندير 16 وغادي نهبط هذا الخط حتى لتحت. غنجي غنخوي البانسة ديالي، غادي نخوي هاد البانسة، هاد الطريف هذا اللي هنا في الوسط، هاد السنتيم منه وسنتيم منه، غادي نحيدو، غادي نمشي مع هاد الخط هذا، وغادي نخوي هاد الجهة هادي عاد هي، هادي هي البانسة ديالي، أنا خويتها. سنتيم منا وسنتيم منا، جوج سنتيم، وغادي نهبط هكا. هنا من نوصلو لهاد البلاصة هادي ما نقطعوهمش كاع باش نبقاو عاقلين ديال الظهر فين هما وديال الأمام فين هما. هادي هي البانسة ديالي، هنا خويناها باش مي غادي يتلاصقو يدخل لي هنايا بلاصة البطن غادي يدخل. غادي نجي لهنا نحيد داك السنتيمونس اللي كنحيد، هنا كديت حيدت الظهر حيدتو، خليت غير الأمام باش غادي نقص داك سنتيمونس من هنايا، ونقص من هنا ونحل الدورة ديال العنق. هنا عبات راه عندي 27 في هاد الدورة هادي،
ودابا غادي ندخل هنايا سنتيم ونص، غادي هذا وهنا نخرج زيرو، وهنا عاود كذلك غنجي من هنا زيرو. هنا ما غاديش نبدا من هذه البلاصه، هذه ما غنبداش من هنايا، لحسن ملي كنكون كنخيط هذه البلاصه هذه كتشرب لي وكتجيني ناقصه. غادي نخلي داك سنتيم ونص ونبدا من هنا. هذيك غادي نخليها باش ملي نخيطها يجيني قد قد، ما يجينيش التكماش. نحيد من هنايا داك سنتيم ونص، لي جوج سنتيم نحيدو من هنا جوج سنتيم، ملي كيكون الثوب غليظ تحيدي جوج حتى ثلاثة باش تجيني الجلابة مقلوبة لقدام، ما تجيش كتقلب لي الظهر كتعذبني. هنا راه ما زدتش انا جوج سنتيم ديال الخياطة ديال التركيز، لحقاش مولاتها ما غليظاش بزاف، ما بغيتش نجيد لها جوج سنتيم هنا باش ما يجينيش التركيز كبير وتجيني مخنشة. خليت هكا من هنا غناكل جوج سنتيم. دابا نحيد هاد البانكات باش نصاوب الدورة ديال العنق. غنجي هنا غنهبط 8، وهاد البلاصة هادي غنمشي خط نص ساقي من هنايا، ندير مسطرة نصاوب البلاصه ديال الجياب ديالي. هنا غنطراسي الجياب، غندير الجياب باسكوال. هنا غادي ندخل 7، وهنا غادي ندخل 8 5. انا هبط على خط الحزام واحد 3 ديال السنتيم هنا بعدا في هاد البلاصه، غندير 14، هنا غندير 5، هنا في العرض ديال الجيب غندير 3 ديال السنتيم. دابا غادي نطراسيه في الوجه، هذا هو الجيب ديالي طراسيتو في الوجه. دابا ندوزو نفصلو الكمام. هنا كديت هاد الطرف ديال الكمام اللي بقالي درتو على 4، هنا غنجي غنهبط 12، ندير خط هنا. راه الثوب ما كفانيش للكمام كما قلت لكم، هذا الموديل هذا خصو 3 متر، عندي هنا 52، غيبقى خاصني 8 ديال السنتيم باش نكمل طول الكمام. غادي ندير لها شي باندا هنايا وندير لها فيها صدايفات ولا شي حاجه باش تجيها فيها ديكور، ما تجي زعما تقطيعها وصافي تجيش ديفو. هنايا عندي 27 قلنا في التركيز، غادي نقص واحد جوج سنتيم حيت التركيز راه ملي كنقطعوه من هنا كيكبر، كيتزاد فيه جوج سنتيم حتى لثلاثة. هيا ندير فيه 25،
غادي ندير لها 16 الدراع عندها فيه 18 غادي نهبط من هنا 7 ديال السنتيم ولا 8 غندير لها 20 جيت جوج سنتيم ديال الخياطة دابا التوب ديال البرد كيبغي ديريه وافي حتى دير مولاتو لي سياج ولا عاد داك الساعة نقادولها غنجي لهاد الخط هذا نقسمو على جوج وهاد البلاصه هادي نقسمها على جوج وهادي نقسمها على جوج ندخل من هنا سنتيم ونخرج من هنا سنتيم هاد جوج سنتيم اللي نقص هنا راه مولفاش كنقصها حتى كندير لي سياج الكليانه عاد كنقصها انا دابا نقصها دابا لحقاش عارفه مولاتها غادي تجيها ما عندهاش الدرعان كبار ولا تركيز كبير فايت لي خادمه لها ملي كيكون شي كليان فايت لك مخيط على راه كي كتعرفي شنو القياس اللي غادي يجي نقاد من هاد البلاصه راه ما مبغيتش تشوف ودابا غندوز نقاد البانطات ديالكم ونقاد هذا الجياب نقطع داك القطع ديال الجياب هنا انا قديت هاد الطريف ديال الثوب جبتو طويتو هنا على 4 غادي نجيب هاد الكم هكا غادي نخلي هنا واحد 4 ديال السنتيم هادي كنجي غير ديكور غنخيطها وتجي ديكور تجي عليها صديفات غادي ندير فيها عندي فيها 9 ديال السنتيم اللي بقى خاصني هنايا وغنزيد لها 3 سنتيم ديال الخياطه ديال لوغلي من هنايا 3 ديال السنتيم غندير فيها ها هي هنايا وغنزيد 2 سنتيم ديال الخياطه اللي غتكون من هنايا ها هي تكون لي سنتيم من هاد من الكمال وسنتيم من هاد الطرف هذا هنا كما شفتوا غادي نقاد هنايا غندير لها 14 هنايا في الدوره ديال المونش صافي هذا هو الحكم ديالنا نوريكم هنايا اللي قلت لكم راه هكا تزاد كما شفتوا هنا راه عندي 26.5 فاش كنفصلوه راه كيتزاد فيه 2 سنتيم حتى 3 هنا نديرو الجياب نجيبو هاد الطرف هذا اللي كبير غادي يكون هنا في العرض 20 ندير 20 هنا في العرض هنا تكون 26 هنا نفرق على 4 ديال الطراف نجيب باسبوار كيكون فيه 4 ديال الطراف هنايا هما هادو غادي نشوف داك الساعه واش ندخل فيه الجلد ولا ما ندخلش الا كنت غندخل الجلد راه غندير له داك الباندا اللي غتكون عنده هكا نديرها بالجلد ما كانش غنديرها غير من هذا ديرها هكايا 3 ديال السنتيم ونخيطها غتشوفوا معايا في الخياطه كيفاش غندير دابا غادي نفصل الكول هنا عندي طريف جيت درتو على 4 ها هو غادي نخرج منه الكول عندي في الكول 23
انا وريتكم في فيديوهات سابقه كيفاش تعبروا، كيفاش تاخذوا القياس ديالكم باش تحطوه هنايا. هنا غادي ندير خمسة ديال السنتيم. غادي نجيب هاد القنيت هذا، غندير خط هكا وغادي نقنته، غندخل هنا واحد السنتيم وغادي نجيبو مقنت مدور. هذا هو الكول ديالي. نتمنى تكون جاتكم الطريقه سهله، راه سهله هاد الفصاله ديال ديكو. تبعوا غير معايا في الفيديو وراه غادي يجيكم كلشي ساهل ان شاء الله. ومن نجي نخيطوا ان شاء الله راه نصوروا معاكم ونوريكم الطريقه ديال الخياطه. والسلام عليكم ورحمه الله.